الحقيقه المستقبل واضح والارقام بتتكلم. يعني الحمد لله ان احنا بعد ما صنعنا الامن والامان في مصر بعد ثوره 30/6 العالم قدر يعرف، ما كانش مصدق وكان بيراهن على التطور اللي حصل ده في الفتره الوجيزه دي. فقدرنا نقول للعالم لا احنا عندنا قياده جاده وعندنا شعب جاد وعندنا القدرات هنسوقها للعالم كله هتعمل قيمه مضافه عليه. فبدانا بالبنيه الاساسيه وبدانا بالاصلاح الاقتصادي وبدانا نقول للعالم ان احنا عندنا قدرات كامنه يمكن الاستثمار فيها. فبدانا نتكلم عن مدن صناعيه جديده، ال14 مدينه كلموا عنها، وبدانا نتكلم على رؤى مستقبل مرسوم لان المستثمر يحس او يشعر انتوا بتفكروا ازاي ال40 سنة الجايه دي. فلما تقولوا له انا برسم رؤى مستقبل مصر عشان تبقى وتبقى وتبقى يشعر ان دي دوله عصريه ويبقى يجي جاي كشريك في التنميه، شريك مطمئن للمستقبل. فانت طمنتي برسم الرؤى دي، طمنت المستثمر. لما يجي بقى المستثمر هنا في البلد ويبدا يتكلم في الصناعات ويفتح اسواق خارجيه يصدر، وده اللي حصل بقى النهارده ان احنا بنعظم دور القطاع الخاص تاني، ودور القطاع الخاص ما فيش غنى عنه لانه لابد ان يسير الحكومه ولابد ان قطاع الاعمال لابد ان يسير القطاع الخاص. القطاع الخاص النهارده لما بيحس انه الفرص واعده وانه في مكسب ليه هيجي. لو حس ان تكاليف الاستثمار عاليه وتكاليف الانتاج عاليه ومش هيكسب مش هيجي لا قطاع خاص مصري ولا عربي ولا اجنبي. وبالتالي احنا النهارده المنظومه في تهيئتها لابد ان احنا نحسس المستثمر انه جاي يكسب وانه في مناخ مستقر وامن وان الدوله بترعاه وتحل مشاكله وان الدوله مش هتزحمه وان القطاع الخاص هيقوم قومه قويه وهيقدر منها انه يؤدي الرساله سواء كان على مستوى مصر او على مستوى القاره الافريقيه او مستوى البلاد العربيه. دي اسواقنا التقليديه واللي المفروض احنا بنتواجد فيها وبقوه عشان نقدر نوصل رساله للعالم ان احنا قادرين على التنميه، والتنميه بتاعتنا احنا بتستفيد منها كل الدول المحيطه بينا سواء كان في القاره الافريقيه او في البلاد العربيه. التحول الرقمي ده المستقبل العالم كله مش مصري بس. التحول الرقمي النهارده ده مستقبل، هو القيمه المضافه الحقيقيه، هو السرعه في الاداء، هو الحكومه الجديده، هو الاداره العصريه الحديثه، هو تخفيض تكاليف الانتاج فعلا لانه كل المعاملات اللي هي الكتروني بتتعامل فيها بالالكتروني هي قيمه مضافه بتخفض الوقت وبتخفض وتبعد يعني المشاكل الفساد ومشاكل الكلام ده كله بيبقى بعيد عنها. فانا بقول لك الاقتصاد الرقمي لابد من دخولنا عليه وبسرعه جدا، وانا اعتقد في منظومه كبيره جدا النهارده في البلد قاعده بتشغل كل الاقتصاد الرقمي في كل مكان، والاداره الالكترونيه بقت دلوقتي بتنتشر في كل مكان وكل يوم بتزيد، وده خط كويس جدا، ده يطمن المستثمر بره ويسوق مصر عالميا على مستوى رائع.